إن العلاقات الثنائية بين جمهورية كازاخستان ودولة الإمارات العربية المتحدة في مجالات السياسية والاقتصادية والاستثمارية قوية ومتينة جدا. واليوم نحن نشهد افتتاح قاعة الشاعر العظيم والمفكر الكازاخي أباي قونانباي أولو في مقر السفارة في أبو ظبي. وهذا دليل على أن هناك تعاون وثيق في مجال الثقافي والعلمي. من خلال الافتتاح هذه القاعة وهذا المركز يحمل اسم الشاعر العظيم أباي قونانباي أولو، يستطيع القارئ العربي الاطلاع على فكر الكازاخي والأدب الكازاخي وأشعاره. إن أباي قونانبايف هو من أعظم مفكري الشعب الكازاخي، وفي أشعاره وأعماله وأقواله كان يتحدث عن الشعب الكازاخي، عن عاداته وتقاليده وفنونه، كما تطرق إلى الأحكام الدينية وبعض التعليمات التشريعية. وهذا العام نحن نحتفل بعيد ميلاد 175 عاما لميلاد الشاعر العظيم. وكل سنة في تاريخ 10 أغسطس الشعب الكازاخستاني يحتفل بيوم أباي.